احنا الشيء الجديد انه الحصه نتاع الجزائريين الحمد لله ارتفعت في هذا الموسم الى 41300 حاج، وهذا لاول مره في تاريخ الجزائر. والشيء الثاني ان عامل السن اللي كان العام الماضي، حاجز الذي كان العام الماضي والذي فرضته السلطات السعوديه لاجل كوفيد، وربي ان شاء الله يحفظ بلادنا من هذا البلاء ومن غيره، ارتفع هذا السن. معناها الان ما كانش مشكل انه الانسان يحج ولو كان فوق هذا السن، هذا شيء جديد بالنسبه له. وهناك اشياء جديده اخرى يعني ستتولاها لجنه التفاوض عندما ستسافر الى المملكه، الحديث عن السعر، الحديث عن الاقامه، هذا شيء سابق لاوانه. ان شاء الله ستكون هناك لجنه ممثله من جميع القطاعات، كل قطاعات تشارك في هذا الوفد التفاوضي، وسيكون هناك في ارض الميدان. الشيء الجديد هناك انه اليوم هناك خدمات كثيره تطرح، قديما كانت شركه واحده هي التي تعرض خدماتها، ولكن اليوم فيها اكثر حوالي 6 شركات ومؤسسات تقدم خدماتها هناك في المملكة العربية السعودية، والإنسان يعني له حق الاختيار ويستطيع إن شاء الله أن يختار ما هو أحسن. العنوان الذي احتفلت به الجزائر هذه السنة هو يناير يجمعنا في جزائر واحدة موحدة، وكان في منطقة غرداية العزيزة على قلوب كل الجزائريين، وكذلك نظمت فيها جائزة الشهيد معاشي ثقافية تجمع الأدباء والمثقفين والشعراء والمفكرين، وهذا الشيء الحقيقة هذا هو النشاط الذي تقوم به الجزائر، وبالتالي هذا أظن أنه هذا لا يفسد يعني ما عليه الجزائر، والناس يتحدثون وهذا فضاء الناس تتحدث فيه بما تشاء، ولكن ليس هناك من يريد أن من يستطيع أن يفرض علينا وجهة نظره. أثار جدلا ولكن ليس جديدا، احنا المولد فيه جدل وإسراء المعراج سيكون فيه جدل، ويعني في رمضان سيكون فيه جدل، وهل ليلة القدر هي ليلة 27 سيكون فيها جدل، وهؤلاء زكاة الفطر هل هي قوت أم كذا. الشيء حقيقة كان يقول الشاعر قديما شنشنة نعرفها من أخزمي، الآن نقول حاجة خليونا نخدمه، خليونا في الإيجابية، خلينا نريد أن نبني هذه الجزائر الجديدة، أن نعود إلى أنفسنا وإلى قواعدنا.